واليوم بنفس الوضوع نرفض ما يسمى خارطة ولد الشيخ. بخطاب واضح وقف الرئيس هادي مجيبا على الكثير من التساؤلات وموضحا موقف الشرعية من أبرز القضايا والتحولات. جدد هادي رفضه المطلق لخطة ولد الشيخ مؤكدا على خيار السلام الذي لا لبس فيه. وكما يبدو فإن الرفض الذي تتبناه السلطة الشرعية لخارطة ولد الشيخ معلل بأن الخارطة انقلاب صريح على المرجعيات الأساسية التي تعتبر أساس السلام وأساس التفاوض والحلول السياسية. ورفضناها لأنها نسيت أو تناست جذور المشكلة وأساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه. موقف الرئاسة والحكومة تجاه الخارطة السياسية واضح، وهو ما يجعل المسار العام للمشهد اليمني يدخل مرحلة جديدة ومنعطفا جديدا. مراقبون يرون أن الطريق سالك أمام الشرعية في التحرك صوب التحرير والتكتل خلف الشعب الباعث للحياة في دماء الشرعية أكثر من الاتكاء على المواقف الدولية المساندة للشرعية اليمنية. مسار تحززه دعوة وزارة الخارجية الدول الشقيقة والصديقة لنقل سفاراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، فيما تسعى الشرعية للتأسيس لسلام حقيقي ومستدام. تنصب جهود الانقلابيين لإسقاط صلاحيات الرئيس هادي وإزاحة نائبه عن المشهد والدخول بمرحلة توافقية جديدة، فيما لا يزال اليمنيون يتذكرون جيدا ما آلت إليه التوافقات مع الميليشيا التي نقضت أكثر من 40 اتفاقاً تم توقيعه مع السلطة والأطراف الداخلية في حروبها. ينتظر اليمنيون فصل الخطاب من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إذا ما أصر الانقلابيون على القفز على قرارات الشرعية الدولية والاستمرار في استنزاف مقدرات اليمنيين وأقواتهم.